للحديث أكثر عن تداعيات وباء كورونا بعد ظهور متحور جديد واستعداد الحكومة في العراق لمواجهته، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب الاختصاصي العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. أهلا بك دكتور إبراهيم. بداية، بحسب إحصائيات وزارة الصحة في العراق فإن 15 مريضا توفوا وأصيب 713 آخرون خلال الساعات 24 الماضية. بداية، كيف ترى تطور تفشي وباء كورونا في العراق؟ تفضل. مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدين قناة الراتبين الفضائية. أهلا بك سيدي العزيز. هذه أول مرة، الموجة الرابعة والثالثة والثانية، أكو في التناقضات، حتى منظمة الصحة العالمية اتهمت عليها عدة تناقضات. تفضل. الآن هسه الدكتورة أنجليك كوينزي من جنوب أفريقيا تقول أكو تهويل أكثر من اللازم. الكيسات اللي حالات اللي جتنا للمستشفيات حالات بسيطة وعولجت وراحت. أكو فشي بالعالم يظهر، الإعلام الغربي كله وين على المتحور، أوميكرون. زين، أول ما قالوا إصابات كثيرة، هسه بريطانيا تقول تأكد إصابة 7. أوكي، شنو الأعراض؟ ما دين طول الأعراض. سوتوا لهم ما حد يدري. تتهم عليه شلون؟ اكو فالتهويل اكثر من اللازم. الانفلونزا هسه، الانفلونزا الوبائيه بالعراق هسه هذا وزاره الصحه تقول احنا 15 في الدنيا. ماكو دوكيومنت، كذب هذا الحكي. كل الارقام اللي كذا فيها شك. شي دوكيومنت يعني عرف اصابه شفت شنطته يا بنت شفت وين شفت؟ شنطته بابا انت ابويا على كيفكم بالارقام كوزارة الصحة العراقية. فيا سيد العزيز شوف اليوم أنا بالعيادة مالتي جت أربع حالات. شنو هي الحالات؟ عمره 16 سنة ملقحين. نعم. يا أخي أنت منظمة الصحة العالمية قالت أنت وين أنت؟ ليش تلقح 16 سنة؟ أنا دحقت رحت للمدرسة نفس رحت. أنت ليش تلقحهم؟ إذا كل أربعة على رحلة ليش تطيلهم؟ أنت سوي كل اثنين على رحلة. سوي تهوية ماكوش، المدارس مغلقة. المرافق الحمامات وسخه تمام ولا لا؟ طيب دكتور ابراهيم، مدرس ملابس كمامه. وضحت هذه الفكره يا دكتور ابراهيم. وزاره الصحه في حكومه الكاظمي تقول ان العراق على اعتاب موجه جديده من وباء كورونا. السؤال هنا، هل من خطه حقيقيه باعتقادك لمواجهه الموجه التي تتحدث عنها الوزاره بنفسها؟ سيدي العزيز الله يخليك، الحفلات المقيمه، الحدود مفتوحة مع دول الجوار اللي بيها الإصابات أكثر من عندنا، اتهمت علي هاي اثنين. ثالثا أنا اليوم هذا بالسيطرة أبو الدولة ملابس كمامة، أبو الدولة اللي على أساس يطبق القانون ملابس. هاي الإجراءات كلها كذب، هاي على الورق على الورق. بس شيء رسمي ما عندنا. أنت مالك لازم ليه سترة بلا وزير صحة وبلا كذا وبلا كذا. إلى السؤال الأخير الآن سيد إبراهيم. دكتور إبراهيم، يعني في ظل المتحور الجديد الذي يضرب العالم كما تعلم والمعلوم أنه ينتشر بسرعة، برأيك هل القطاع الصحي في العراق ومستشفياته قادرون على التعامل معه؟ خلي كل شيء معنا، خلي نكون منطقيين. أنت لا تقول لي وزارة الصحة، الاسم كبير وزارة الصحة، يعني ما تقول هالشيء هذا. هسه هو يقول لك الاسره مالتك، الاسره مقبطه ودنيا وعالمين. زين دول شلون تصير؟ احنا قد عندنا اسره حتى الشفاء عليه؟ اكو خلل، ما عندنا كل استعداد، كذب. كل شيء من هذا عندنا بالعراق. بدليل بس شغله واحده، انت سمعت تقرير من عندكم كلش حلو، تهمت علي. هاي الاصابات التدرن والدنيا بين المعتقلين، الوفيات يوميا 4-5، وينطيك اياها دربلينج نقطه شويه، اليوم مات واحد، فايتنا مات واحد. انت تدرون من 10 سنوات ممنوع زيارة المعتقلين باستثناء لو امه لو مرته فقط، يعني ابوه اخوه ابنه ممنوع. هاي المآسي اللي عيشها العراق. من بغداد الطبيب الاختصاصي العراقي الدكتور ابراهيم سليمان، شكرا جزيلا لك.